من وشي ما خليك تسمع علي انا السلام عليكم ورحمة الله اخواتي وحبايبي ومتابعينا في كل مكان. عروض الجنان قلت لك مش هينفع تتوقعني. عروض الجنان احدف 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 اللي يطلع احدف. لا كده مش لعيب كورة. احدف يا باشا. ايوه كده يا باشا احدف بقوة. هيله هيله بقول لك ايه النهارده الجديد شديد وهندمر الدنيا النهارده كله يجمع عشان النهارده قسما بالله مفاجآت. ده انا بقى هنشارك كل اللي هيشارك معانا النهارده كسبان تيشيرت. كل اللي هيشارك معانا النهارده كسبان تيشيرت. يلا نعمل كده نعمل كده كده اهو اهو نعمل كده وشارك يا عم. كل اللي هيشارك ويعمل منشن لاصدقائه واصحابه كسبان. واحد ادي مشارك. اتنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. ربنا يكتر جروباتنا يا رب. سبعة. والعياط كمان تمانية. كفاية كده؟ كفاية كده. كفايه كده. مامة عمار دايما منورانا في كل اللايفات. الاول مفيش مبروك على الحته الجديده. نطفي الصوت بس. شغل الفيديو ونطفي الصوت. مفيش مبروك على الحته الجديده. ايه رايكم بالله عليكم؟ ايه رايكم في الحته دي؟ حته شياكه من الاخر. سعرها مفاجاه يا ابو محسن يا غالي. كلمه السر محمد عرفه. تيجي عند فور لاين وتاخد القطعة بنص التمن. تيجي عند فور لاين وتاخد القطعة بإيه؟ بنص التمن. إيه موضوع نص التمن ده يا عم محمد؟ أنا هفرجك على موديلات وتحف وأنتيكات بأسعار مين؟ بأسعار زمان لموديلات دلوقت. يعني أنت هتدفع الفلوس اللي كنت بتدفعها في السويت شيرت والجاكيت زمان زمان وتاخد موديلات ايه؟ موديلات النهارده. اكنك بتشتري عربيه موديل اليوم بسعر ايه؟ بسعر 10 سنين زمان. تعالى بقى اتفرجوا معايا على الموديلات. محتاج حاجه؟ عايز السويت شيرت الاحمر ده. خش. ده عامل 200. عامل 200؟ انت عاوز ايه؟ الساده؟ لا ده 100 ده 100. تعالى تعالى في العرض. تعالى سلم بالعرض. الراجل ده داخل بالصدفه. انت عاوز انهي واحد؟ عاوز ده. تعالوا بقى تعالوا بقى شوفوا المفاجأة دي بقى. الراجل ده والله العظيم داخل بالصدفة. السويت شيرت ده كان ب 200. عارف هتاخده بكام؟ هات 100 جنيه. هات 100 جنيه. سويت شيرت حكاية. اسمه فلفل ولا ايه؟ ولا شطة؟ مشطشط. المشطشط المشطشط المطرشم هو ده. ده رزقك. أول واحد قسما بالله داخل صدفة ب 100 جنيه بنص ثمنه. 100 جنيه؟ ال 100 جنيه حلال الله أكبر. اتفضل يا نجم شوف المقاس بتاعك ده ميديوم. شوف أنت مقاسك إيه؟ أهو ب 100 المشطشة. وريني كده وريني الحتة زيه تاني. وريني الأبيض في أحمر بقى. موجود منه كميات؟ كميات كتير. كميات لحد على الجمر يا باشا. كميات كميات وب 100 وب 100 وب 100 ب 100 ب 100 جنيه. قلت لك قلت لك قلت لك ركز معايا. والله العظيم اللي قلب ابيض ربنا بيسترها معايا. والله العظيم اللي قلب ابيض ربنا بيسترها معايا وبيوقع في طريقي ناس بجد بتراعي ربنا في شغلها. والله العظيم ال 100 جنيه بتاعتك دي اول حاجه كده ايه بسم الله عشان اخواتنا وحبايبنا هيجوا دلوقتي. الناس بتسال على اللي يلحق ينزل دلوقتي يبقى برنس. اللي يلحق ينزل دلوقتي يبقى برنس. احنا
51 شارع عمر بن الخطاب، متفرع من شارع النصر أرض الجمعية، بجوار مدرسة الأرمان الخاصة. 51 شارع عمر بن الخطاب، متفرع من شارع النصر أرض الجمعية، بجوار مدرسة الأرمان الخاصة. بقول لك المشطشط بمية بمية. ما تستعجلوش، ده في مفاجآت، والله العظيم في مفاجآت، والله في مفاجآت حبيبي أبو محسن يا غالي. أنا بقول لك عشان الواحد نيته خير وقلب أبيض وما بنشيلش من حد، ربنا بيوقعني في ناس بجد بتراعي ربنا في العروض اللي بتقدمها وبتحط، ويمكن ما بتحطش هامش ربح خالص عشان تطلع قطعة بالخامة والفينش ده بتتباع ب 300 و 350. أنا بقول لك ب 100 ب 100. طب هي دي بس الكمية؟ هو ده العرض اللي أنت طالع بيه؟ تعالى بقى تعالى بقى ب 100 ب 100. الكيس اللي طالع بقى ب 100 ب 100 ب 100، وكل المقاسات المستخبية موجودة، وب 100 ب 100 أهو ب 100. كميات ب 100، الأسود ب 100 ب 100 ب 100 ب 100 جنيه. والله العظيم ما هتلاقي الكلام ده. هنطلع السنة بكام؟ برضه ب 100. يا قلبي ب 100. الموف على الاسد بيمنع الحسد اهو. ده التيكت لوحده ب 100 جنيه دلوقتي ب 100. السويت شيرت الحكايه ب 100 جنيه. ما تضيعوش وقت. الابيض تحفه في اللبس، الابيض حكايه في اللبس وب 100 جنيه. الراجل كان داخل يشتري سويت شيرت واحد، دخل بقى محتار عاوز ياخد 3 4 5 اهو ب 100 وخامه وب 100 جنيه. طب ايه؟ الرصاص ب 100، الابيض ب 100، سريات كل المقاسات، الزيت ب 100 ب 100. ام كيان بتقول يا جماله ده لسه التكات والحركات اللي جايه لسه. خد النوع على الارض، اوعى يا لهوي. الله اكبر، مين هيجي ب 100 ب 100؟ اقسم بالله ب 100 جنيه. والله العظيم انا فرحان عشان جايب لكم عروض جامده. السويت شيرت ب 300 جنيه ب 100 جنيه ب 100 جنيه. طب شجعوني بقى بالشير عشان افرحكم بعروض كتير. طب خد المفاجاه دي اللي جايه دي بقى. تاخد المفاجاه دي بقى. شايف الجاكيت ده؟ ما فيهاش حد. شايف الشياكه دي؟ اوريهولك. موجود منه الاسود، وموجود منه الكحلي، وموجود منه اللي انا لابسه الزيتي. اني لون اشيك؟ اني لون اشيك؟ اني الاشيك حبيبي يا ايهاب يا غالي. اهو اهو بلوجر الغلابه، مش لقب وخلاص، بلوجر الغلابه، ياخدوا اللي يستاهلوا. اهو بكام؟ بدل 1000 جنيه ب 250 جنيه. بدل 1000 جنيه ب 250 جنيه، والقطن ما بتكدبش اهو. بدل 1000 جنيه 250 جنيه. 200 حبيبي محمود سعيد، ده انت اللي منور يا غالي. بدل 1000 جنيه 250 جنيه. لايفات نص الليل تلعب بدري، طلعت لكم بدري. لايفات نص الليل تلعب بدري. بقينا كام؟ 113، داخلين على 120. ايوه كده. من شناب بسرعه بقى لاصحابكم، قولي لها قومي بسرعه، روح هاتي تيشرتين لابنك، مش هتعرفي تجيبي حاجه على العيد. قومي بسرعه اكس العيال اهو.
لايفات نص الليل تلعب بدري. اقوى عروض وخصومات مع مين؟ مع كلمة السر محمد عرفة. مش قلت لك مع محمد عرفة مش هتعرف تغمض عينيك؟ الجاكيت ابو 1000 جنيه ب 250 جنيه، طب 250 جنيه ازاي يا عم محمد؟ حق الفينش ده؟ السوسه ديت؟ الاكسسوار العالي؟ ولا تقفيل الجواكت اللي بالشكل والجمال ده؟ بقى ده يطلع ب 250 جنيه؟ تقول محمد عرفة؟ تاخد الجاكيت ابو 1000 جنيه ب 250 جنيه حتى نفاذ الكمية، وإن شاء الله محدش هيجي ويمشي زعلان. طب ده بس اللي هاخده كده؟ تعالى يا باشا. افتح يا باشا كده وسم الله وهات الحتة. عرفنا احنا مصنع بطل. المكان ده مصنع. منفذ بيع بس هم أساسا مصنع. ده خلاص كده أنا اشتريته. أهو. بص الشياكة والجمال. أهو. نحط الجاكيت كده. بص يا باشا. موديل تاني. الجاكيت القمر ده. كان ب 750. طب كلمة السر محمد عرفة تاخده بكام؟ ب 250. احلف. ورينا كده ب 250. 250 جنيه. 250 جنيه. اتفرج يا عم. اتفرج الفينش يا عم. اتفرج الشغل 250 جنيه. اتفرج يا عم. اهو 250 جنيه. طب نشوفه؟ نشوف التلبيس. ده ميديوم. 250 جنيه. الاحمر. هات حتة. 250 جنيه. 250 جنيه. ده الشغل الايه؟ الاصلي. دمار. العنوان 51 شارع شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع النصر ارض الجمعية بجوار مدرسة الأرمان الخاصة. تعالى بقى بيقول لك اسم المحل ايه؟ فور لاين. فور لاين. طب تعالى بقى اي حاجة قول انا عاوز المقاس تخش جوه مغارة علي بابا في باب على المصنع يخش يروح جايب لك المقاس في ساعتها. بص تلبيس الجاكيت عامل ازاي؟ لو بصيت عليه قدامكم على الهوا اهو تعمل كده يا معلم وكده. اتفرج يا معلم اهو. يعني انا بقيت محتار اخد ده ولا ده؟ ينفع كده؟ ينفع كده؟ بص الجاكيت عامل ازاي؟ بصوا الكلام ب 250 جنيه. الجاكيت الاسود فابيض فيه منه 4 اكس اكبر حاجه ايه؟ 2 اكس. 2 اكس اكبر حاجه. مش نصيبك. هتلاقي نصيبك في حاجات ثانيه. في سويتشيرتات ثمنها 500 جنيه هتتباع ب 200 جنيه. ب 200 جنيه. ب 200. اهو انت اشتريت تيشيرت ب 100 جنيه؟ باعه لك بكام؟ باعه لك بكام بالله عليك؟ واخده ببلاش؟ واخده ببلاش. ما انا عارف. تعالوا بقى. اهم حاجه اللي معانا يشجعنا بالشراء يا جماعه. كان ايه شعورك لما لبست المشطشط؟ سوري. كنت حرق قوي قوي قوي. بص بقى يا جماعه ده صرح. سيبك من اللي انا عملته ده كله. ده موجود منه كميات. الشنط دي بتيجي زي ما انت شايف كده سريات. كراتين ما اتفتحتش. بصوا 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 الكلام. بصوا الكلام. كل المقاسات. كل المقاسات بكميات. ده المشطشط. تعالى بقى. يا سلام عليك يا سلام عليك يا حنين. لو في منك كده حقيقي 10 15 واحد ما كنتش اشتغلت النهارده. لا يعني تدينا منه حقيقي كده. بلاش الصوره بتاعته دي. نرجع ورا كده. ده صرح. انا جايبكم في صرح. الصرح ده يا جماعه اتصلوا بينا اداره المكان فور لاين وقال لك يا استاذ محمد انا هعمل مجموعة من العروض والخصومات لكل متابعينك في كل مكان. الوراق، امبابة، زايد، اكتوبر، التجمع، الحدايق. اي منطقة في حد منها منورني ومشرفني ومتابعني معمول له خصم قوي جدا جدا. يجي يقول كلمة السر محمد عرفة ياخد السويت شيرت اللي احنا مبروزينه وحاطينه في قلب فاترينا ورامين عليه الإضاءة من كل مكان. عالمي عالمي.
شغل عالمي، شغل براندات، شغل بص الفينش بتاعه، شغل عالي، شغل عالي. بصوا الكلام ده مش شعبي خالص. التيشيرت باين، السويت شيرت باين عليه خامته والفينش بتاعه عامل ازاي. الكلام ده كان بيتباع ب 450 وب 500، هنطلع الكلام ده ب 200 جنيه. ب 200 جنيه بتقول ايه؟ ب 200 جنيه. اه والله العظيم ب 200 جنيه. ب 200 جنيه كل المقاسات متاحه. ب 200 جنيه. ب 200 جنيه كل المقاسات متاحه. طب الشرايح اللي هو الترند اليومين دول ب 200 جنيه. ب 200. طب الفيست ب 200 جنيه. يا عم بتقول ايه؟ الفيست ب 200 جنيه. الفيست ب 200 جنيه. ب 200. ب 200. طب بص مقاس التيشيرت قد ايه؟ ده الكم قد انا لوحدي. ب 200 جنيه. الاوفر سايز ب 200 جنيه. اتفرج يا عم. خامات، خامات ب 200. ب 200. ده لسه المفاجأة جاية جوه. المفاجأة بقى هنروح لها. عاملين لك بقى 15 بروفا. يعني انتوا لو 15 زبون مع بعض عاملين لك 15 بروفا. يعني بص هنا، هنا ده يعني بروفات الاستاد، اللعيبه بتيجي تغير هنا. بص يا جماعه ب 200 جنيه. كل موديل مختلف عن التاني، واللي متفق عليه داخل المكان هي الماتيريال العالي والفينش المحترم. لكن الموديلات هتلاقي منها كتير جدا. ب 200 ماشيين شغالين مع بعض كده واحده واحده. 200 جنيه. 200 جنيه. بالله عليكم لو العروض عجباكم شجعوني بالشير، شيروا الفيديو، شاركوا الفيديو، شجعوني ان انا كل شويه اجيب لكم عروض في اماكن كتير. طب يا عم محمد هو كله ب 200؟ لا يا عم، ادفع 150 تاخد السويت شيرت التحفه ده. بص القمر، يا خراب على القمر. قسما بالله لو لبست لكم الحته دي لا تعرفوا هي عامله ازاي في اللبس. الله على الجمال، الله على الالوان، كل الوانها متاحه. وبكام؟ ب 150 بدل 250. ب 150 بدل 250. 150 بدل 250. لسه 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 150 بدل 250. ب 150 ب 150 ب 150. لسه ب 150 150 150. كل ده ب 100. الله يبارك لك مامة حنان وحنين، الله يبارك لكم بجد والله، اقسم بالله بتشجعوني والله العظيم وبتدعمونا ان احنا نجيب لكم اعلى الخصومات والعروض. لسه الجنس هنعمل عليه بهدله، مش خصومات. انا بقول لكم انتوا اجدع ناس في الدنيا، ولو انا ما عملتش كده ابقى انا ما استاهلش متابعتكم. لو انا ما عملتش كده ابقى انا ما استاهلش متابعتكم. عارفين يعني ايه جاكيت بالجمال ده؟ ويكون بدل 1000 جنيه ولا 750 جنيه 250؟ ب 250 عشان انتوا اجدع ناس في الدنيا، اجدع متابعين. وبقول لك ايه؟ طخ طخ حبيب قلبي جابر بهوف، السعوديه السعوديه السعوديه، منورني يا حبيب قلبي. يا رب تدل من السعوديه وتيجي هنا تنور مصر. مساء الفل والياسمين، مامة عمار منوره، منال منوره الدنيا، مامة حنان وحنين. ايه الاخبار؟ عاوز اطلع لكم حته بقى تجيب من الاخر. احنا عاوزين نعرف الجنس اسعاره ايه. ايه ده؟ في حاجه ليها جديده؟ استنى استنى استنى، حلو قوي الحته دي على فكره. ايه الباج الجامد قوي بالرباط من تحت ده؟ ده جبردين؟ بص الحته الجبردين دي، بص الحته الجبردين الباجي، بص الفينش بتاعها من تحت، بصوا الكلام ده الاسود بتاعها الرصاصي. ايه يا عم الفينش العالي ده؟ ب 200 ب 200 ب 200 ب 200. واللي يجي بقى ينورني. وما تنسوش كلمة السر محمد عرفة. غير كده مفيش أي خصومات وعروض، عشان أحلى خصومات وعروض لا
لازم تكونوا انتوا المميزين بيها. والله العظيم لازقينه على التيشيرت في الاول اهو، قلت لهم يا ريت ايه يبقى حقيقي مفيش اي خصومات وعروض عليه. تعالى 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 تعالى. ده ميلتون 150. لا وخامته بسم الله ما شاء الله. بص الميلتون عندهم عامل ازاي. بص يا جماعه الفينش، بص الشغل، خمس الوان ب 150 ب 150 الميلتون. العنوان لو سمحت تحت امرك يا ست الكل. العنوان، طب خد بالك عشان الجاكيت بتاعي عندك. اه والله. اه هو لا الجاكيت بتاعي انا اشتريته. سبت المحل كله ودخلت تقيس الجاكيت بتاع اللي انا اشتريته. انا مش عامله في العرض. هو انت جاي في العرض. نورت الدنيا. طب بالله عليك ناخد رايك بقى، يعني ايه رايك في الموضوع نفسه؟ اتفرجت لغايه فين؟ ده انت ممكن وانت جاي في حاجات اتعرضت انت ما شفتهاش. لا لا لكن ده حاجات انت شفت. تعالى انا عاوزك تمسك خامه تيشيرت مثلا كده اهو لعلي ابن الحلال ده عشان احنا نفسنا فيه. اه اه يعني انت ايه رايك في حته زي دي؟ لا خامه ممتازه والله، خامه ممتازه حاجه كويسه. ده بيتباع بره ب 350 هنا بيتباع ب 200 جنيه. يعني الوراق بصراحه بقى فيها كل حاجه جميله. منال تسلم يا رب. ما قول لي مبروك. مبروك. اه يعني قول لي مش هتحرج على اللايف. قول لي مبروك. كان شكله حلو عليها؟ لا ممتاز والله، انا جيت عشان كده والله. ده ب 150 غطس؟ حلو قوي ده كمان. الغطس ده ب 150. ب 150. ب 150. ب 150. ب 150. ايوه عرفه بس 150. عرفه يبقى عنده 10. بص الكلام 150 جنيه 150. ايه بتوشوش ليه؟ وريني كده وريني. وريني فين هو؟ ايوه صح كده، علقه في شماعه. مفيش مبروك ليا انا. اول واحد لا تاني واحد اشتريه. الراجل ابو 100 جنيه اللي كان داخل يصحح الفلوس ده كان معاه كبشه فلوس فضه قد كده. جمعه مباركه يا غالي علينا وعليكم اليمن والبركه حبيبي يا جابر. يبقى كده يا جماعه انا منتظركم 51. ايه قول انت بتوشوشوا بعض. اقسم بالله اقسم بالله انت بتوشوشوا بعض. يا باشا احنا هنجيب عروض. هنجيب عروض. الدولار فوق الدولار تحت هنجيب عروض. هنجيب لكم عروض. في ناس بنت حلال كتير وكميات. الشغل موجود منه كميات. يبقى كده سويت شيرت ب 100 جنيه التحفه، وفي ب 150 حاجه حكايه، وفي ب 200 جنيه البناطيل. اقسم بالله فينش عالي جدا، تشكيله عاليه ب 150 وب 200 جنيه. احنا منتظرينكم. قطع انا عاوزك بص فرتك وطلع براحتك. فرق كده ابو 100 ابو 100 اهو ابو 100. بص اللي بيجي بدري بيختار براحته ويتفرج وياخد المقاس اللي هو عاوزه. واللون انت بتختار بص بين كام لون ومقاس كمان وب 100 جنيه. الاورمان اللي في شارع عمر بن الخطاب اللي متفرع من شارع النصر يا جماعه، هما جنب مدرسه الاورمان. المحل اسمه فور لاين. اجيب لك المحل من بره. ايوه يا بو ايه ده مطرت. يلا بيضه
المطره مطرت يا جدعان، المطره مطرت يا جدعان، دي بتمطر لسه. فور لاين اهو، فور لاين، نخش بسرعه، ده الجو ايه جامد جدا. المطره بتمطر بره، كل ينزل يجيب شيرتات وجواكب بسرعه، كل يجي. ده هنا دفى، ده هنا دفى. المشطشط الابيض والاحمر في اسود بدل 200 جنيه ب 100 جنيه، ب 100 جنيه، ب 100، ب 100. المشطشط ب 100 اهو، ب 100، ب 100، ب 100 جنيه، ب 100 جنيه اهو. اهو نحط لكم الجهاز كده واكد لكم كده اهو، ب 100، ب 100 والله العظيم. السويت شيرت ب 100 ابو 200، ب 100، ب 100، ب 100، ب 100. كل ده ب 100 جنيه في فور لاين 51 شارع عمر بن الخطاب، متفرع من شارع النصر، ارض الجمعيه، بجوار مدرسه الارمان، وامام سوبر ماركت بيم. احنا منتظرينكم فور لاين. العروض دي ليكم انتم بس. تحياتي ليكم، محمد عرفه. وما تنسوش اعلى منشن وشير ومشاركه للفيديو، انا هكسب واحد هديه من عندي. اعلى منشن وشير ومشاركه للفيديو النهارده هكسب، هنختار حد يكسب معانا بامر الله. شجعونا يا جماعه بالله عليكم بالشير عشان نقدر نجيب لكم عروض تاني كتير.